نعم، أولا شكرا على الاستضافة. أهلك. بداية هذه الزيارة، طبعا الليبيين ينظروا إليها من جانب بأنها تعد انتهاكا للسيادة الليبية، وطبعا هذا التصرف هو مرفوض جملة وتفصيلا، وأعتقد بأن هذا الحدث بدأ يتفاعل، وأتصور بأن ستظهر هناك الكثير من البيانات المنددة بهذه الزيارة. ثانيا، من ناحية أخرى، فإن الأتراك يحاولون بقدر الإمكان يعني ترتيب أوضاعهم في ليبيا، من حيث أنهم مقبلين على اجتماع حلف الناتو يوم الاثنين القادم، فعلى ما يبدو أن هناك ترتيبات في هذا الخصوص، وتحاول تركيا شرعنة وجودها في ليبيا، وأنها أن وجودها شرعي، وأن ذلك طبعا انطلاقا من اتفاقية التي وقعت مع حكومة السراج سابقا. الواقع هذه الزيارات، ربما هذه الزيارة هي التي يعني تم العلم بها، ولكن أتصور بأن هناك الكثير من الزيارات الغير معلنة والتي ربما لا تصل إلى الإعلام يقوم بها وزير الدفاع التركي وأيضا وزير المخابرات التركي، وبطبيعة الحال هم يقومون بزيارة قواعدهم الموجودة في غرب ليبيا، هذه القواعد المفروضة أو المرفوضة من قبل الليبيين جميعا. الواقع أن هذه الزيارة مثل ما أشرت هي لديها محورين، المحور الأول وهو امتعاض الجانب الليبي أو السواد الأعظم من الليبيين لهذه الزيارة، وربما ترحيب من قبل جماعة الإسلام السياسي والإخوان المسلمين بمثل هذه الزيارات، وكأن رسالة تفيد بأن هناك تحالف استراتيجي على ما يبدو مع دولة تركيا، وبطبيعة الحال هم يقصدون بذلك تحديهم للجيش الوطني الليبي الموجود في شرق البلاد. نعم. طيب يا دكتور عثمان، برأيك هل نتوقع ردود فعل أو بيانات رسمية من المجلس الرئاسي الليبي بخصوص هذه الخطوة لزيارة النظام التركي؟ أعتقد بأنه يفترض أن يقوم المجلس الرئاسي تحديداً بإصدار بيان يندد بهذه الزيارة المرفوضة، وإلا حتى رئيس المجلس الرئاسي سيوضع في ستطاله الاتهامات التي تندد بمثل هؤلاء المسؤولين الذين يتعاملون مع الجانب التركي. وأيضا طبعا بطبيعة الحال هو وجود القوات الأجنبية مرفوض، سواء كانت القوات التركية أو الروسية أو غيرها، كل القوات الأجنبية الموجودة على الأرض الليبية هي مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا يمكن القبول بها، وأعتقد بأن الشعب الليبي لا يقبل بذلك، خاصة وأن هذا الموضوع مثلما ذكرتم تزامن مع احتفالات الشعب الليبي نعم. بإخراج القواعد الأجنبية التي أخرجت عام 1970. في من بنغازي دكتور عثمان البدري، أستاذ تاريخ العلاقات الدولية ووكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، شكرا لك على هذا التوضيح.